فصلنا لهذا اليوم هو يتناول الشابتر الثاني بعنوان ترانسفورمر. الترانسفورمر يعني هي من الاختراعات المفيدة في هذا العصر، يعني اللي كان لها دور كبير في عديد من الأجهزة، لولا وجود الترانسفورمر ما تشتغل. فهنا يعني قايل useful electrical device ever invented، وبعد كذلك واحدة من الأمور هي المحولات، وكلنا احنا نعرفها ان هي لها قابلية على تحويل مقدار الفولتية او التيار الى مقدار اخر. يعني مثل ما نعرف انه اكو محولات او raise or down according to application، وهذا السبب اللي هو وراء استخدام النظام المتناوب بدل من النظام الدايركت. ونقصد بالنظام الدايركت هو الدي سي، يعني هسه موجود بأغلبية الدوائر وأغلبية المنشآت وأغلبية الأجهزة هو أنظمة الأي سي حتى بالتوليد. كذلك المحولات ما بها جزء متحرك، يعني هاي النقطة لا يوجد فيها جزء متحرك، مو مثل المحركات أو مثل بعدين ناخذ الاندكشن أو السيكرونس ماشين، لا يوجد بها جزء متحرك، وهي متينة وقوية بالتركيب بالكونستركشن، وبالتالي ما تحتاج إلى رعاية واهتمام عالي، مينتنس عالي، خليها بالجهاز وانساها. واضح؟ وكفاءتها بالعمل جدا كبيرة، وهذا هو المطلوب. يعني كفاءتها توصل إلى 90 99 95 96، يعني كفاءة عالية جدا، فمقدار اللوسس معناه ما بيهم. فإذا هاي المجموعة النقاط يعني ممكن خليها بالإنترودكشن مفيدة جدا للمحولة. المحولة مثل هذا الرسم الموضح هنا، المحولة يعني تتكون من جزئين، جزء يسمونه البرايمري سايد وجزء يسمونه السكندري سايد، وطبعا اكو فتشي رابط بيناتهم، هو مو رابط كهربائي، زين، هو هنا رابط مغناطيسي. فهنا جزء البرايمري موجود بعدد اللفات N، وهنا جزء السكندري ايضا بعدد اللفات N. فإذا ربطنا المصدر الفولتية مثل ما موضح هنا بالصورة، راح يمر تيار I1، هذا التيار الـ I1 راح يحتث induce EMF هنا E1، وبالتالي راح يتولد flux. هذا flux ينتقل من هذا الكويل، من هذا الكويل البرايمري سايد إلى السكندري سايد، من ينتقل هنا راح يحتث induce EMF مسبب E2، وبالتالي يدفع تيار مسبب إنه I2. وهنا عمل المحولة مثل ما اطرقناها، إذا كان V1 أكبر من V2، هذه يسموها step up step down transformer، وإذا كان V1 أقل من V2 يسموها step up transformer. إذن هذه هي خصائص المحولة. نجي على الورقة اللي بعدها. الوركينج مات المحولة، عمل المحولة، عمل المحولة عملها اللي شرحناه، يعني تشتغل على مبدأ صعود ونزول، مبدأ يعني انه اقدر احصل فولتية على او فولتية اقل حسب الابليكيشن. كعملها يعني شلون تصير هذه، هو حسب مبدأ قانون فاراداي لو. وقانون فاراداي لو يقول الانديوز ام اف هي معاكسة للتغيير الحاصل بالفيض المغناطيسي. فالانديوز ام اف بالملف البرايمري هي معاكسة، معاكسة معناها إشارة سالبة للتغيير الحاصل بالفيض المغناطيسي. أكو تغيير بالفيض المغناطيسي إشارة سالبة يصير induce EMF، هذه بالنسبة للبرايمري سايد،
وهذه ايضا بالنسبه اكو تغيير راح يصير بالسكندري سايد، فراح يحتث بي، راح يحتث بي واي 2 وتكون معاكسه الها. فاذا قسمنا هاي المعادله الاولى على المعادله الثانيه فنحصل، او بالعكس المعادله الثانيه على المعادله الاولى، فاي 2 على اي 1 يساوي ان 2 الى ان 1، وهذه هي ثابتة يسموها، أو مرات يسموها V1 V2 إلى V1 E2 إلى E1 ويساوي N2 إلى N1. هنا أكو بعض الملاحظات قايل The magnitude of E2 and E1 depend upon the number of term. يعني هاي نقطة رأس سطر، إنه مقدار الفولتية المحتثة الانديوزي ام اف الأولى أو الثانية يعتمد على number of term، عدد اللفات هواي، معناها هذه الـ E1 كبير، عدد اللفات هواي بالسكندري معناها الـ E2 أيضا كبير. بعد إذا كان N2 أكبر من E1، بمعنى إنه E2 N2 أكبر من E1، بمعنى أنه E2 أكبر من E1، والعكس صحيح، N2 أكبر من N1 بمعنى E2 أكبر من E1 بمعنى V2 أكبر من V1، وهذه يسموها Step Up Transformer. وإذا لا والله الشغل بالعكس، إذا كان N2 أقل من N1 بمعنى E2 أقل من E1 بمعنى أنه V2 أقل من V1 بمعنى Step Down Transformer. واضح؟ بعد the following point may be noted carefully، هاي لازم ايضا ننتبه عليها، انه المحولات القانون اللي يخضع لها هو قانون فاراداي of electromagnetic induction، قانون الحث الكهرومغناطيسي. بعد ما بها جزء، ما بها اتصال ما بين البرايمري والسكندري، يعني هنا لا يوجد اتصال ما بين البرايمري والسكندري، الاتصال فقط عن طريق الفلكس المسافر من البرايمري إلى السكندري، فلا يوجد اتصال. بعد there is no electric connection between the primary and secondary. بعد there is no change frequency، يعني ماكو هنا تغيير بالفريكوانسي. هنا لو نلاحظ إنه هاي الفولتية متناوبة بفريكوانسي 50 هيرز مثلا، هي نفسها هنا الـ V2 أيضا بفريكوانسي مالته 50 هيرز. إذن لا يوجد هنا، لا يوجد بالنقطة هذه الثالثة أي تغيير بالفريكوانسي. لو صار عندنا تغيير بالفريكوانسي هذه مو محولة. بعد وعدي لوسز، واللوسز مثل ما عرفنا بالفصل السابق، اللوسز وين اكو مقاومة اكو لوسز، وين اكو ملف اكو لوسز، عندي كور لوسز وعندي كبر لوسز. الكبر لوسز نتيجة المقاومات الموجودة ريزيستنس، والكور لوسز نتيجة مرور التيارات الدوامة، يعني هذا الايدي كارنت، الايدي كارنت فيض وهذا فيض يمر فيسبب حرارة، والحرارة هذه يسموها الايدي كارنت. اذا كور لوسز والكبر لوسز، بس هذه كور لوسز والكبر لوسز لا تؤثر على كفاءة الافيشنسي، يعني احنا مثل ما عرفنا انه كفاءة الافيشنسي بحدود 99، يعني هاي اللوسز جدا قليل. In practice the losses are very small، هاي قلناها، so the output power is nearly equal to the input، يعني وبالتالي القدرة الداخلة هي تساوي القدرة الخارجية، اللوسز جدا قليل، لذلك الكفاءة تكون عالية جدا. هذه خصوص الورقة الأولى والثانية. نجي بخصوص الورقة الثالثة اللي هو بما يسمى بالترانسفور ايرون. هنا بهذا الترانسفورم ايرون
يريد يشوف نسبة الشوائب في عملية صناعة السبائك اللي أو الصفائح اللي متصلة مع بعضها ومكونة محولة. فهنا قايل لك أكو محولات نسبة السيليكون تكون مالتها 1% و 99% هو ستيل، وأكو هاي يسموها لو سيليكون آيرون، وأكو محولات بها هاي سيليكون آيرون نسبة السيليكون بها 4 إلى 5 سيليكون بالمية، والبقية من 95 إلى 96 ستيل. وإذا زاد السيليكون على يعني أكبر من 5، زاد أكبر من 5 هاي يصير المحولات الحديد جدا صلب، very hard will be hard، وهذه عملية العزل تكون عملية صعبة، وكذلك الايدي كارنت تكون هنا جدا عالية. كل ما تصير كل ما يكون بها نسبة السيليكون عالي تكون الايدي كارنت عالي، وبالتالي اللوسز عالي، وكمية الحديد تصير هارد، وهذه بعملية المانيفاكتشر يعني بعملية التصنيع. فدائما المصنعين للمحولات ما يتطرقون الى يكون نسبة السيليكون يعني ابر من 5% بهالحدود هذه، من 1 إلى 5%، اقل من 5%، اعلى من 5% لا ما يفضلون. كذلك عندي المحولات ممكن تصنيفها الى عدة اجزاء او according to application. محولات باور ترانسفورمر، محولات قدرة، لارج ترانسفورمر، وميديوم ترانسفورمر، وسمول ترانسفورمر. اللارج ترانسفورمر محولات عالية، وهذه موجودة وين؟ بالهاي فولتج ترانسميشن لاين، بخطوط الضغط العالي، بالتوليد، بالمحطات، أول ما تطلع الطاقة من المحطات، وبحدود من 15 إلى 300 ميجا فولت أمبير، والفولتية مالتها من 10 إلى 500 كيلو فولت، يعني فشي هيوج. الميديوم ترانسفورمر الرينج مالتها من 10 إلى 1000 ميجا فولت أمبير، 10 إلى 1000 ميجا فولت أمبير، والفولتية من 3 إلى 30، وهذه بالديستريبيوشن ايضا جدا هيوج هذه المحولات. وعندنا تجي سمول ترانسفورمر اللي هي محولات اقل من هذه بكثير، اللي هي تستخدم بالاندستري اند جنرال ابليكيشن، يعني بالمصانع او التصنيع والتطبيقات العامه. عندي هذه محولات يسموها محولات الباور، هاي اول تصنيف الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ابليكيشن. التصنيف الثاني هو الانسترومنت ترانسفورمر، والانسترومنت ترانسفورمر عندي جزئين، اما تكون محولات سي تي كرنت ترانسفورمر، او محولات البي تي اللي هو البوتنشال ترانسفورمر. السي تي كرنت ترانسفورمر، وهذه محولات يعني على سبيل المثال عندي كرنت بحدود ال 1000 امبير، فانا اريد اقيس هذا ال 1000 امبير، ما عندي جهاز لقياس ال 1000 امبير، فلازم ادخله على ستيج سي تي، هاي السي تي توطئ إلي بكان ما أقيس 10000 أمبير يحوله إلى 10 أمبير، وبالتالي أتعامل ويا جهاز ممكن يقيس لي 10 أمبير. البوتنشال ترانسفورمر كذلك عندي عندي تطبيق ب مثلا 300 كيلو فولت، ما عندي جهاز أنا رينج 300 كيلو فولت، فأدخله على بي تي، والبي تي يحول لي هاي 300 الى 30 فولت. واضح؟ هنا مثال ضارب، مثال بسيط على عملية السي تي والبي تي بالإكزامبل. فعدي تطبيق هذا هو 10,000 هنا امبير، وعدي هنا الفولتية مالتي 100 كيلو فولت. فهذا الجهاز هو السي تي، يربط على التوالي، يربط على التوالي. فهنا عدد اللفات 1، وهنا عدد اللفات
ألف، فهنا الفولت هذه تحفظ قانون I2 إلى I1، N1 إلى N2. فهنا الـ I1 اللي هو مقداره ألف، والـ I2 أنا أريده، ونخلي عدد اللفات الأولي اللي يمثل لي N1، والـ N2 عدد لفاته ألف، فبالتالي تطلع 10 أمبير. يعني 10 أمبير تكون مناسب، هنا 10 أمبير مناسب أقدر أقيسه، بس الألف ما أقدر أقيسه. كذلك هنا البي تي، هذا البي تي يربط على التوازي، يربط على التوازي بنفس الأسلوب V2 إلى V1، N2 إلى N1، وأخلي القيم اللي موجودة موضحة بالإكزامبل، فتطلع عندي 100 فولت. وين الميت فولت؟ وين الميت كيلو فولت؟ يعني 100 فولت هو سهلة بالتعامل، 100 كيلو فولت هي صعبة بالتعامل، ما أقدر أتعامل وياها. حتى الألف العشرة آلاف أمبير صعبة بالتعامل، لذلك هذه عبارة عن أجهزة توطئ الكميات الحقيقية. ودائما أدي قانون إنه هو الـ I2 إلى I1 يساوي الـ N1 إلى N2، وهذا بالعكس الـ V2 إلى V1 يساوي الـ N2 إلى الـ N1. واضح؟ الكلاسيفيكيشن الثالث، الكلاسيفيكيشن الثالث هو الهاي فريكوانسي ترانسفورمر. الهاي فريكوانسي محولات تتعامل مع ترددات عالية، وهذه المحولات شنو ميزتها؟ used in electronic circuit، تستخدم في الدوائر الإلكترونية. هاي فريكوانسي اند لو باور، قليلة الباور. وهنا قال this transformer have air core، يعني ما تحتوي على قلب حديدي، القلب مالتها هوائي. ليش قلب مالتها هوائي؟ قال لك to reduce the iron losses at high frequency، لتقليل الخسائر الحديدية بالترددات العالية. وبعد for linearity، linearity يكون التغيير مالتها خطي، ما بي saturation، ما يصبح بيها منطقة مشبعة. واضح؟ هذه الهاي فريكوانسي ترانسفورمر، اذا قلب مالتها هواء. ليش هواء؟ لتقليل اللوسز عندما يكون هاي فريكوانسي. كذلك لينياريتي، نو ساتوريشن. ومرات يسموها الاير كور ترانسفورمر، محولات ذات القلب الهوائي. كذلك عندنا الكلاسيفيكيشن الرابع اللي يسموها الامبيدنس ماتشنج ترانسفورمر، وهذه تستخدم في دوائر الاتصالات في الكوميونيكيشن سيركت. ليش؟ خاطر لكي يصير اكو ماتشنج ما بين الترانسميت والريسيفر، بين الدائرة المرسل والدائرة المستقبل، يسوي الممانعة الامبيدنس مالتي، الامبيدنس مالتي قليلة، خاطر يصير ينتقل ماكسيمم باور ترانسفير تو ذا لود، يعني ممانعة قليلة، خاطر يصير اعظم انتقال للقدرة ما بين دائرة الارسال ودائرة الاستقبال. في دوائر الاتصالات هذه تستخدم الامبيدنس ماتشنج ترانسفورمر. اذا هذه هي الورقة الرابعة من الشابتر الثاني. عندي الورقة الخامسة اللي هي الايرون كور تايب والشيل تايب ترانسفورمر، وهذه ما ناخذها. اوكي، ما ناخذها. الفقرة في الثانية في هذا الفصل هو الـ EMF equation of transformer. هنا عندي كيفية حساب المعادلة الخاصة في المحولات، يعني شلون أوجد في الصيغة الرياضية خاصة لحساب الإكويشن للمحولات. مثل ما نعرف أنه أنا عندي هنا فولتية مسلطة، وهذه الفولتية المسلطة بفريكوانسي،
يعني قد تكون 50 هيرتز، قد تكون 60 هيرتز وهكذا. فهذه الفولتية المسلطة زين ساينسويدال فولتج، فولتية متناوبة، راح تدفع تيار هنا تيار هنا بالبرايمري سايد اي. هذا التيار من يمر بعدد لفات برايمري سايد راح يولد فلكس، فهذا الفلكس ايضا يكون فلكس موجي، ايضا يكون فلكس موجي. وهذه المعادله مالته فاي يساوي فاي ماكس ساين اوميجا تي. الاوميجا هو عباره عن 2 باي اف، واضح؟ تردد الزاوي. نجي على قانون فاراداي. قانون فاراداي يقول هو الانديوز اي ام اف بالملف الابتدائي بالبرايمري يساوي ناقص ان 1 للتغير بالفيض، تغير الزمني بالفيض. فاجي اخلي الناقص هاي الناقص، الانوان هاي الانوان، والدي على الدي تي، وهنا الفاي ماكس ساين اوميجا تي، اشتقها اشتقاق بسيط. فالانوان هاي الانوان تنزل والناقص ينزل، مشتقة الفاي ماكس هذا هو الفاي ماكس، مشتقة الساين هو كوساين اوميجا تي، وهنا الاوميجا لان مشتقة داخل القوس مشتقة الزاوية. فيصير عندنا الكلام هو ناقص اوميجا ان 1 فاي ماكس كوساين اوميجا تي. بعد الاوميجا 2 باي اف اجيت عوضت عن اوميجا 2 باي اف، ان 1 فاي ماكس كوساين اوميجا تي. الناقص هذه ناقص كوساين ممكن اكتبها بصيغه جيبيه اخرى اللي هي تساوي ساين اوميجا تي ناقص 90. فكتبتها E1 إذن E1 صارت عندي 2 باي F N1 فاي ماكس ساين أوميجا تي ناقص 90. إذن ها هي المعادلة. المعادلة جيت هنا أنا الحساب الحساب يعني المعادلة الرئيسية أنا أستخدم الإكويجن، يعني ما أستخدم الطاور، ما أستخدم الطاور. فهذا هو يسمونه الماكسيمم، الماكسيمم فاليو. يعني انا من اقول مثلا v1 على سبيل المثال v1 of t يساوي 10 ساين اوميجا t، فايش قد مقدار الماكسيمم مالتها ارتفاعها 10. اذا ايش قد ارتفاع هذه المعادله هو 2 باي اف ان 1 فاي ماكس. هذا يسمونه الماكسيمم فاليو. يعني من اريد ارسم انا الموجه الجيبيه لهذه المعادله، لهذه المعادله ارتفاعها ايش قد منها 10 طلاب، وهنا ايش قد ارتفاعها ناقص 10. اذا هاي ارتفاع الموجه الجيبيه لهذا الاي 1 ايضا ايش قد ارتفاعها منها، ارتفاعها 2 باي اف ان 1 فاي ماكس، وهنا ناقص 2 باي اف ان 1 فاي ماكس. إذن هذا يسمونه بالماكسيمم فاليو. شلون هذا الماكسيمم فاليو 10، هذا يسمونه الماكسيمم فاليو، هذا الحد، هذا الحد. الـ RMS كل RMS لحساب الـ RMS للموجة الجي بي هو بقسمة الماكسيمم فاليو على جذر 2، فقسمنا الـ EM1 على جذر 2 فهذا هو. بحسبة بسيطة جذر 2 و 2 باي هاي كونستانت، يعني أقسم 1 على 1 تطلع لي هاي الرقم اللي هو 4.44 F N1 Phi Max. بنفس الطريقة ممكن إيجاد الـ E2 اللي محتث هنا لأن نفس الأسلوب. فإذا الـ E1 والـ E2 هو عبارة عن هيا يا قيم، قيم الماكس، الماكس للإنديوز EMF بالنسبة للبرايمري، البرايمري والإنديوز EMF بالنسبة للسكندري مع اختلاف فقط الان 1 والان 2. ليش؟ لان هنا ذا سيم فلكس، هاي وحده. نلاحظ منها من هذه المعادله انه الاي 1 والاي 2 هو عباره عن الزاويه مالتهم ساين اوميجا تي ناقص 90، والفاي هو عباره عن ساين اوميجا تي. يعني عندي فيزر دايجرام، اذا اريد ارسم فيزر دايجرام
أنه الـ E1 والـ E2 تتخلف عن الفيض بمقدار 90، لأن هذا زاوية 90 ناقص 90 وهذا زاوية 0، فهاي الزاوية 0، هاي الزاوية هنا 0، وهاي الزاوية 90 ناقص 90. فإذا أول فيزر دايجرام، هذا يعتبر أول فيزر دايجرام، أنه الفيض يتقدم عن الـ E1 والـ E2 بزاوية مقدارها 90. هاي خليها ببالك. إذن المعادلة هنا أهم شيء هو اشتقاق، هاي اشتقاق الانديوزي MF بالنسبة للبرايمري والسكندري، وكذلك الفيزر دايجرام الأولي اللي يربط لما بين الفلكس والانديوزي MF بالنسبة للأول والثاني. ليش؟ لأن الـ E1 والـ E2 الساين مالتهم بناقص 90، وهذا ما بي زاوية مالته صفر، فلذلك هذا يتقدم على الـ E1 والـ E2 بمقدار 90. هاي بالنسبة للـ page number 8. نجي على الـ ideal transformer. الـ ideal transformer بالـ page number 9. محولات مثالية، والمحولات المثالية شباب معناها ما بها خسار، يعني الفولتية الإدخال، فولتية الإدخال هي نفس الانديوزي MF، وفولتية الإخراج هي نفس الانديوزي MF. فلذلك قاتب لك هنا for ideal transform، هاي المعادلة تحفظ، دير بالك مرة تيجي بالسؤال ideal transform، فمعناها انه فولتية الإدخال هي نفس الانديوزي MF، فولتية الإخراج هي نفس الانديوزي MF، وهكذا. إذن هذا القانون يحفظ أنه الـ E2 على E1 يساوي V2 إلى V1 يساوي N2 إلى N1، هذا بالنسبة للـ ideal transformer. كذلك الـ volt ampere بالـ primary side هو نفس الـ volt ampere بالـ secondary side، يعني هاي نقدر نعتبرها أول نقطة، وهذه النقطة الثانية الـ volt ampere، هذه الـ volt ampere بالـ primary side هو نفس الـ volt ampere بالـ secondary side. شنو ما أقصد بالفولت أمبير؟ يعني حاصل ضرب الفولتية بالتيار البرايمري، حاصل ضرب الفولتية بالتيار بالسكندري، لذلك فولتية بالتيار مات البرايمري، فولتية بالتيار مات السكندري، يسموها فولت أمبير. هاي فولت أمبير، فولت أمبير للسكندري سايد والفولت أمبير للبرايمري سايد هو the same، واضح؟ إذن النقطة الأولى هو النقطة الأولى for ideal transformer، خليها ببالك إنه أنا عدي الـ E1 يساوي V1 والـ E2 يساوي V2، وبالتالي هذا القانون شغال، يعني E2 إلى E1 V2 إلى V1 N2 إلى N1. النقطة الثانية الـ volt ampere بالنسبة للـ primary side هو نفس الـ volt ampere بالنسبة للـ secondary side. شو نقصد بالـ volt ampere؟ يعني الفولتية في مقدار التيار، والفولتية في مقدار التيار، هذا التيار الـ I1 وهذا مقدار التيار الـ I2، يعني الفولتية الأولى في مقدار التيار الأول تساوي الفولتية الثانية في مقدار التيار الثاني. فهذا هو، وأيضا بالقسمة فيصير عندي I2 إلى I1 يساوي V1 إلى V2 يساوي N1 إلى N2 ويساوي E1 إلى E2. دائما الـ I2 إلى I1 معاكسها V1 إلى V2 قاعد. هذه النقطتين خليها في بالك بالنسبة للمحولات الـ Ideal Transformer. هنا ماخذ مثال بسيط على الـ Ideal Transformer، قايل عدي أنا محولة نسبة التحويل مالتها من ألفين إلى 200، يعني هسه الوهلة الأولى نقول هاي هي محولة خافضة للفولتية. ليش؟ لأن الثانوي أقل من البرايمري. بعد قايل لك 20 كيلو فولت أمبير، وشين هذه المحولة؟ هنا neglect losses، انتبه عليها، من يقول neglect losses معناها ideal transform، طبعا هي طافرة ما أدري ليش بالطباعة، مهم neglect transform معناها ideal transform. فإذا هاي محولة ideal مثالية، طبعا محولات مثالية ما موجودة، لازم أكو بيها losses، قليل losses مالتها. زين،
برايمري تير، يجال البرايمري تير. طبعا البرايمري تير هو من هذا القانون، يعني E1 E2 إلى E1 يساوي V2 N2 إلى N1 ويساوي V2 إلى V1. ما عندي بس هذا القانون، فهنا معلوم هذا وهذا معلوم، زين يعني. فهو قايل البرايمري تيرم، البرايمري تيرم يعني عدد لفات ماتل برايمري، ومطيك انت السكندري تيرم هذه، فعندك هذا معلوم يعني هذا معلوم، هذا 200 وهذا 2000 2000 وهذه الN2 مطيها 66. إذن بس الأنوان هي المجهولة نقدر نستخرجها من هالقانون. بعد primary and secondary في load current منين أستخرجهم؟ من قانون الثاني اللي استخدمنا، الفولت أمبير الأول يساوي الفولت أمبير الثاني. واضح شباب؟ منين جاب الفولت أمبير الأول؟ قايل هنا بمنطوق السؤال عندي 20 كيلو فولت أمبير، 20 كيلو فولت أمبير هذا يساوي 20 كيلو فولت أمبير. أريد شنو؟ أريد الثانوي، قايل هنا برايمري أند سكندري في اللود كارنت، أريد المرة أقسم هذه على الفي 1 أطلع آي 1، مرة أقسم هذه على V2 أطلع الآي 2، يعني هي نفس الفولت أمبير بالنسبة للبرايمري والسكندري متساوي. إذا أقسم على الفولتية الأولى أطلع التيار الأول، أقسم على الفولتية الثانية أطلع التيار الثاني، وهكذا. إذن هذا الإكزامبل يتناول الإيديال ترانسفورمر. هسا عندي البراكتيكال ترانسفورمر وننهي هذا الجزء الأول من الشابتر. البراكتيكال ترانسفورمر شباب هسا هنا محولات مو مثالية، محولات عملية، والمحولات العملية يعني هنا خليها ببالك، محولات العملية بيها لوسز وبيها حسابات. فهنا practical transformer differ from ideal transformer in many respect، تختلف عنها يعني عن المحولات الايديال. شنو هاي الاختلاف عليها؟ انه بيها iron losses، بيها winding resistance، بيها magnetic leakage given rise to leak. يعني هناك احنا بالايديال ترانسفورمر همنا المقاومات، همنا الخسائر الحديديه، همنا الفيض المتسرب، هنا لا راح ناخذهم، ناخذ الايرون لوسز بالحسبان، ناخذ الويندنج ريزيستنس، ناخذ الماجنتيك ليكيج جيفن ريز ان ليكيج رياكتنس. فهذا هي الديفرنت او الديفرنس بين ايديال ترانسفورمر اند براكتيكال ترانسفورمر، هذا من ثلاث نقاط. بعد البراكتس البراكتيكال ترانسفورمر اور نو لود، يعني شنو النو لود؟ يعني هنا الطرف الثانوي للمحوله يكون ما مربوط الى حمل، ما بيها حمل، ما لا يوجد حمل بالطرف الثانوي، ما موجود، ما محمله، ما يعني محوله ما مربوط بالطرف الثاني اي حمل، رابطيه للكهرباء بس ما محمله. فهنا التيار دائما المحولة إذا ما مربوطة إلى حمل، التيار المسحوب من عند بالبرايمري يسمى بالآي نوت، زين؟ The primary هنا العفو the primary will draw a small current يسمونه الآي نوت، وهاي حفظوهن مسميات الآي نوت. الآي نوت بالنسبة لل الآي نوت بالنسبة لل إذا كانت المحولة غير محملة فتسحب تيار بمقداره آي نوت. بعد the iron losses وأفري وأكو خسائر حديدية وأفري small amount of copper losses in primary، وكذلك راح يصير عندي خسائر يسموها الآيرون لوسز، وكذلك لوسز يصير عندي ب بالملفات البرايمري. فإذا عدي current draw مقدارة I نوت، راح تصير عدي خسائر بملف خسائر iron قليلة، وكذلك راح تصير عدي خسائر
بالبرايمري بالكوبر، يعني مقصود بالكوبر اكو مقاومه موجوده بالملفات البرايمري. بعد نلاحظ انه دائما هنا قايل لك the primary no load current، هذا البرايمري no load current من هذا الرسم الفيزر دايجرام، هذا فيزر دايجرام حفظوه. الفيزر دايجرام شو يقول؟ يقول الاي نوت هنا يتخلف عن الفي 1 بزاويه مقدارها فاي نوت، واضح؟ وهاي الفاي نوت هي مو 90، اقل من 90، واضح؟ وهذا الفاي نوت يتحلل الى مركبتين، مركبه يسموها الاي دبليو ومركبة تسمى بالآي أم. الآي دبليو يسمى الوركينج كرنت، والآي أم يسمى ماجنتايزينج كرنت. فآي نوت في كوساين فاي نوت يساوي الآي دبليو، آي نوت في ساين فاي نوت يساوي الآي أم. إذن هذا الآي نوت النو لود كرنت يتحلل إلى مركبتين، وهو يتخلف عن الفولتية البرايمري V1 بمقدار زاوية يسموها الفاي نوت، وهاي الفاي نوت زين أقل من 90. لذلك القدرة بالنو لود انبوت باور، القدرة مالتها تسمى بالدبليو نوت، وهذه الدبليو نوت حاصل ضرب V1 بالآي نوت في كوساين الزاوية بيناتهم، أو V1 بالآي نوت كوساين الزاوية بيناتهم. يعني إذا أريد أطبق هنا القدرة، فهي حاصل ضرب القدرة W نوت، حاصل ضرب مثل ما موضح هنا، حاصل ضرب الآي نوت بالV1 في كوساين الزاوية بيناتهم. هذه يسموها النو لود انبوت باور، واضح؟ بعد هنا حكيناها، هذه يسموها بالوركينج كرنت مقداره، وهذه ايضا حكيناها. طبعا هنا اذا كان عندي مركبتين، يعني هاي مركبه ساين وهاي مركبه كوساين، زين، فاذا اريد اطلع المحصله مالتهم، فاي نوت هو عباره عن شنو تحت الجذر، اي دبليو تربيع زائد الاي ام تربيع. هسه الاي دبليو هو عباره عن اي نوت كوساين فاي نوت، الاي ام هو عباره عن الاي نوت ساين فاي نوت. فلذلك هنا حاجي هذه الخطوات كلها، واضح؟ هنا هذا معامل الفاي نوت من اخذ له كوساين يسموه الباور فاكتور، معامل القدره، هاي يسموها معامل القدره. بس شنو معامل القدره في حاله النو لود؟ ماكو حمل، لا يوجد حمل. فاذا الفاي نوت الكوساين فاي نوت هو معامل القدره، وهو عباره عن شنو؟ الاي دبليو، هاي هنا الاي دبليو على الاي ام، الكوساين هاي الزاويه اي دبليو على اي ام. يعني هنا كوساين الفاي نوت هو مثل ما موضح هنا الاي دبليو على الاي نوت، العفو، الاي دبليو على الاي نوت. زين، بعد شنو عندنا هنا؟ اذا عندي النو لود انبوت باور، هذه عرفناها، وكذلك الباور فاكتور عرفناها، تحليل التيار الاي نوت نو لود كانت الى مركبتين اي دبليو والاي ام عرفناه، كذلك عندي الخسائر، زين، النو لود باور انبوت باور دبليو نوت والايرون باور والكور لوسز، هذه هي الكور لوسز، زين، وهذا النو لود باور. بعد شنو عندي هنا؟ ملاحظه قايل لنا، ملاحظه
حاجيها قال at no load there is no current in the secondary so that V2 يساوي E2. وهي فعلا يقول بالحالة النو لود ما يوجد تيار بالسكندري. ليش؟ لأن حالة النو لود أنا ما رابط شيء للسكندري مفتوح، فبالتالي الـ I2 قيمته الـ I2 قيمته شقد؟ زيرو. بعد on the primary side the drop due to I not are very also very small because of the smallness of I not, hence we can say that at no load V1 is E1. يعني هنا يقول ملخص هذا الكلام V1 تساوي E1 بالنو لود، وهنا لا يوجد تيار ال I2 قيمته زيرو، وهذا الاي نوت يتحلل الى مركبتين، وهكذا طرقنا لها بالشرح. هنا رسم راجع راسم العمليه من جديد، قايل مثل ما وضحناها، يعني هنا الاي نوت محللها الى مركبتين الاي ام والاي دبليو، وهي الزاويه الفاي نوت، وهكذا. يعني هاي هنا كاتب لك هاي التحليل مالتهم، وضارب لك هنا مثال، ماخذ مثال بسيط، قايل لك اذا عندي محوله نسبه التحويل مالتها من 230 الى 2300، يعني البرايمري 230 والسكندري 2300، تيك نو لود كرنت، يعني الاي نوت هذا يمثل لي الاي نوت مقدار ايش قد؟ 5 امبير at 0.25 باور فاكتور، يعني هنا كوساين هاي الفاي نوت. زين فايند ذا كور لوسز ماجنتايزنج كرنت، يعني الماجنتايزنج كرنت شنو نقصد به؟ الاي ام، والاي ام هو منين جاي؟ جاي من الاي نوت ساين فاي نوت. هسه هاي كوساين فاي نوت مطيها، اطلع الزاويه مالتها، اقلب الكوساين انفيرس واطلع الفاي نوت واخذ له ساين واضربه في الاي نوت يطلع الاي ام، طلع لي الاي ام. الكور لوسز، الكور لوسز هو الدبليو نوت، يعني الكور لوسز نقصد بها النو لود باور انبوت باور، وهي عباره عن في 1 بالاي نوت كوساين فاي نوت تطلع. يعني تطبيق مباشر ما بها اي صعوبه.